لمواجهة تفشي فيروس كورونا، يعلن الرئيس الأمريكي عن خطوات جديدة. ستشتري الحكومة الفيدرالية نصف مليار وليس مليون، بل مليار اختبارات سريعة يمكن إجراؤها في المنزل. سيتم تسليمها بدءا من يناير كانون الثاني المقبل. سنقدمها مجانا للأمريكيين. إلى جانب ذلك، ستقوم الإدارة بنشر مهنيين طبيين عسكريين للمساعدة في المستشفيات وإنشاء مواقع إجراء فحوصات كورونا جديدة وأخرى للتطعيم، إجراءات لا مفر منها بعد ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد سريع العدوى أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد، وبعد أن أثقلت الإصابات كاهل المستشفيات من جديد. وتأتي أيضا عشية عطلة أعياد الميلاد، حيث تكثر اللقاءات ويزداد السفر، ويزيد احتمال ارتفاع الإصابات إلى أرقام قياسية. رغم تفشي المتحور الجديد أوميكرون، يسافر أكثر من 2 مليون شخص يومياً عبر المطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفق إدارة أمن النقل الأمريكية. هذه الأرقام تسجلها المطارات منذ الجمعة الماضية، والتوقعات أن تزداد مع اقتراب عطلة أعياد الميلاد ونهاية السنة. ولا مفر من السفر، يقول من حزم أمتعته وتوجه إلى واحد من أكثر الأماكن اكتظاظا هذه الأيام، ولكن ليس من دون أخذ الاحتياطات الواجبة. حصلت على التطعيم وجرعة المعززة، وهذا ما يهدئ من مخاوفي. أدرك أن السفر آمن الآن حيث يتم تعقيم كل شيء، ورأيت الجميع ملتزمين بالقواعد بما فيها ارتداء الكمامات. التزام لم يشمل المطارات فقط، فمع ارتفاع معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي لتزيد عن 140 ألف إصابة والوفيات عن 1200، ارتفعت أيضا نسبة إجراء الفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، فحص يصطف مواطنون هنا في العاصمة الأمريكية لإجرائه. بعضهم يقول إنه يقوم به مرة أسبوعية. إجراءات يأمل مسؤولو واشنطن أن تحد من تفشي أوميكرون، الذي أصبح وخلال 3 أسابيع فقط منذ الكشف عن أول إصابة به محلياً أكثر متحورات كورونا شيوعاً في الولايات المتحدة. ريما بحمدية، العربي، واشنطن.